السلام عليكم، انا سميتي ياسين من دار كنضر، فوالا خدام هنا ومستقر هنا في قطر. وان شاء الله كنتمنوا التوفيق للمنتخب ديالنا ان شاء الله باذن الله، ويفرحونا واخا خلعنا مخلوعين واحد شويه على حسب فريق غنتلاقاو معاه ماشي سهل. وان شاء الله نتمنوا الخير للجميع وان شاء الله الله يوفقهم. اش ليك؟ الحمد لله، مدرب في مستوى وحتى اللعابه ان شاء الله في مستوى، محمسين وان شاء الله يفرحونا باذن الله ان شاء الله. نتمنوا الخير ان شاء الله، ونتمنوا الحمد لله اللي كنا كنتمنوا يكون راس الحربه، وان شاء الله يكون غيفرحنا حتى هو والدراري كامل ليكيب كامله زوينه الحمد لله، وحتى المدرب في المستوى. وان شاء الله نتمنوا الخير ان شاء الله باذن الله يفرحونا، حيت الصراحه كان شويه ديال الستريس. السلام عليكم. السلام عليكم، تحياتي، معكم سفيان من مدينه الرباط بالمغرب، ساكن هنا ومستقر هنا، مدير شركه في قطر. وكنتمنوا المنتخب الوطني ان شاء الله يكون في حسن الظن ديالنا، ووليد الركراكي اللعابه اللي جمع ان شاء الله كنتمنوا يكونوا على قد المسؤوليه اللي عطاهم، وان شاء الله يفرحونا ويفرحوا الشعب المغربي. ونتمنوا الحمد لله كما عيطنا له ودرنا الدرجه كامله عليه يوصل للنيفو اللي بغينا ويقضي المهمه ديالو ان شاء الله. السلام عليكم. سوسو انا ورا المنتخب المغربي والكرواتي، وهو المنتخب المغربي عنده كاع الحظوظ ديالو بانه يفوز بالمباراه بحكم التشكيله اللي كيضم المنتخب الوطني. طبعا ما نقدوش نكذبوا، المباراه جد صعبه على المنتخب، ولكن كنا امل ان المنتخب الوطني والمدرب الجديد الوليد الركراكي غيكونوا عند حسن الظن ديالنا، وغادي نفوزوا ان شاء الله بالمباراه ونفوزوا ونمروا للدور الثاني ان شاء الله. كما شاف العالم، هي قطر كدوله ابهرت العالم بالتنظيم ديالها المحكم لهذه الدوره، وهذه بادره ايجابيه تعطي الضوء للفيفا مثلا ان دول عربيه اخرى تنال شرف ديال التنظيم ديال كاس العالم، ولما لا المغرب واحد اليوم ان شاء الله، لما لا. ممكن انا مداخله صغيره، انا من لبنان، من لبنان، نحن من لبنان وعم نشجع المنتخبات العربيه. بالتوفيق يا خي، بالتوفيق حبيبي انت. شكرا. البراد جاي معنا، البراد اخويا راه جاي معنا، البراد ما كاينش اتاينا، جيو معكم البراد. ها هو اخويا جاي بالشعر، ها هو. بطبيعه الحال هو لحسن الحظ ان وليد الركراكي لبى النداء ديال المغاربه كاملين بالنداء على لاعبين بحال حمد الله وعلى زياش، وطوينا الصفحه ديال الماضي مع المدرب خليل وزيش رحمه الله عليه كرويا. ورسالتي للاعبين، كونوا رجال، حنا جينا كاملين، شوف شحال المغاربه جاوا لهنايا لقطر، كونوا رجال وجيبوا لنا الفوز ان شاء الله ودوزوا للدور الثاني، باش نعيطوا للمريض نقول لهم صيفطوا الفلوس نجي نبقاو هنايا. واخا في الحقيقه حنا جينا من المغرب باش نساندوا الفريق الوطني، ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله. وكنشكر جميع المغاربه المقيمين هنا بالبلد قطر، ولا الاجانب هنايا، زعما فرحك. الاجواء جد رائعه ما شاء الله، كنشكروا قطر على التنظيم اللي هو الرائع، ولكن ان شاء الله حنا متفائلين هذا المونديال، هذا الثالثه تبقى ان شاء الله، وغنلعبوا اربعه الماتشات، هذه الديوه من عندي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. السلام عليكم، كنتمنوا الفوز للمنتخب بنتائج يعني مقبوله، جد مرضي ان شاء الله. والمجموعه اداء مشرف، مجموعه راه يعني بلا ما الناس تقول زعما راه صعيبه، راه مجموعه يعني مقبوله، راه حتى المنتخب ما شاء الله كاين لعابه مزيانين، كاين الناس في باريس سان جيرمان في الباير، يعني راه يعني فريق ما شاء الله. كنتمنوا التوفيق ان شاء الله للمنتخب. قدنا حاجه واحده، نلعبوا نخسروا لا، دابا نربحوا
سلامات ما نلعبوش نربحوا. السلام عليكم. الفريق الوطني ان شاء الله الفوز يا ربي ان شاء الله. اون فا غاني اون فا غاني ليكيب تي فريمون فورميدابل اون فا غاني ان شاء الله. الركراغي يل دي توجور الاداء ما بغيناش الاداء ريزولتا ان شاء الله. ما كاينش الاداء ان شاء الله ما بغيناش نربح ان شاء الله. كنتمنوا الركراغي كابابل بلادنا ودينا المغرب السنغال. كنتمنوا حتى الاضافه من عند حمد الله ان شاء الله باذن الله يعطي الاضافه ان شاء الله. بلاصتو كاينه وكنتمنوا من عنده الاضافه ان شاء الله. وتحياتي الخالصه الى جميع القاطنين المغاربه القاطنين بدوله قطر. تحيه الجزائر جزائري تحية المغرب اخويا وما كاين المغرب وعاش المغرب تحية السنغال تحية السنغال ليون ليون لافريك 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 كي كان السلام عليكم معكم عز الدين نبيل وسي عبد الغني جينا من المانيا باش نشجعوا الفريق الوطني ونتمنى ان شاء الله ننتصروا بثلاثة لواحد ان شاء الله باذن الله. هذه ماشي اول مره جينا المنتخب المغربي فين ما مشى حنا تابعينه وان شاء الله الفوز وان شاء الله حتى العوام الجايه فين ما كان حنا تابعينه. نعم بالنسبه للمنتخب المغربي التشكيله ديالو ديال هذا العام تنتمناو ان شاء الله التشكيله ديالو هذا العام مزيانه مخيره ونتمنوا ان شاء الله بانهم داك الشيء اللي ما حقناش السنوات الماضيه بانه يحققوه ان شاء الله. وبقى فينا حارث بزاف بزاف بزاف. المهم كنتمنوا له ان شاء الله الشفاء العاجل. ما كرهناش يكون حاضر معنا حيت كيتحفنا بالمراوغات ديالو. نعم رساله للمغرب. تنبغيو نقولوا للمغاربة والمنتخب المغربي الى الامام. انا خويا جيت من مدينة هوارة جنب اكادير مدينة فلاحية ولا تايمة. تنتمنى الفوز للمنتخب المغربي. ما شاء الله على دولة قطر تبارك الله عليهم تنظيم مزيان. كنت في الكوب ديمون ديال روسيا كوب ديمون ديال روسيا قطر اخويا تبارك الله عليهم تنظيم مزيان كل شيء هو هذاك. وتنتمناو الفوز للمنتخب المغربي. حنايا ضربنا الالاف كيلومترات على قبل المغرب وديما مغرب وان شاء الله نفوزوا جوز زيرو جوز زيرو ان شاء الله. وقطر حتزاد علينا لوبيا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.